منا انت بتشتغلي من كتير فيديو ولا سينما؟ احكي لي اكتر على الكارير بتاعك. لا انا مونتاج سينما ومسلسلات يعني اكتر ده شغلي اكتر اللي بعمله. ايه المسلسلات اللي انت مبسوطه ان انت شاركتي فيها؟ يعني انا طبعا وانا مساعده اشتغلت في الجامعه ده كان من المسلسلات اللي بعتز بيها جدا. منتجت انا كمونتيره بقى نصيبي واسمتك ثلاث اجزاء ومسلسل لما كنا صغيرين رمضان اللي فات. ده كان حلو. ايوه دي كانت اخر حاجه. امتى بقى علاقتك بامير تحولت من مجرد صداقه واخويه وشله الى حب ومشروع جواز فعلي؟ من زمان. قولي يا حبيبتي ما تخافيش احنا اتجوزنا خلاص عادي ما فيهاش حاجه. اما يعرفوا محدش هيقول لك حاجه على فكره عادي ما فيهاش حاجه. قولي يا حبيبتي بتتسلمي. قولي يا منى. من قد ايه طيب؟ لا هو احنا بقول لك احنا 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 بقالنا اكتر من 10 سنين نعرف بعض ولكن من حوالي 5 سنين 4 سنين بدانا ان احنا يبقى في مشروع بيننا وبين بعض يعني. وبدانا بقى نتكلم في موضوع الجواز ده والكلام ده كله. يمكن اتاخرنا شويه في شويه حاجات اعاقتنا رجعتنا ولكن الحمد لله اهو ربنا كرمنا في الاخر ورحنا وجينا كتير ده حقيقي. رحنا وجينا كتير لكن الحمد لله خدنا القرار في الاخر ده حقيقي. لو حصل اختلاف او خلاف في الراي ما بين منا وامير هتقف مع منا؟ انا بقول لك معايا. ايه ده والله انا بقول من دلوقتي وانا عارفه انا دايما مع الست. انا على طول مع الست. على طول. لا ده بجد يا بختك يا ايوه اصل انت بتقولي حماتك بيقول لك لا مفيش كده عشان احنا اوريدي مع بعض. لا يعني ده هي فيمينست حتى في مع طبعا 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 انا عيلتي كلها عارفه كده. يعني مثلا عزومه وطالبين منك اكل هتعملي على مزاج منا ولا على مزاج امير؟ بتسالنا احنا الاثنين بصراحه. بسال الاثنين يعني. يعني بتسالنا احنا الاثنين. يعني امير في العزومات يقول لي ايه نمنمات كده يعني ايه هنقنق كلمتك حاجات كده ايه هنقنق. اقول له يعني ايه يا امير يعني ما اعملش بقى المحشي والحمام والرقاق والحاجات لا 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 ما تعمليش الحاجات دي خالص. لا لا احنا عايزين مثلا سلطه وباستا. انا ما اقتنعش بالكلام ده. هيفضحوك يا ايهاب. سلطه وباستا سلطه وباستا ده ايه؟ ايوه والحاجات دي فيعني لسه امبارح امبارح صح. هو النهارده على فكره بالصدفه النهارده عيد ميلاد امير فامبارح الساعه 12 احتفلنا. لا 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 كل سنه وانت طيب. ايه ده المناسبات الحلوه دي؟ اول عيد ميلادك وانت متزوج ده حقيقي. وانا ومنا نفس البرج. ايه ده والله؟ كمان يا هابي بيرثداي.